يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقولون بأن الذين يأكلون الربا ويكثرون منه إنما هم مستخفون بالدين، والاستخفاف كفر، فمن ثم هم كفار مرتدون، فهل هذا الاستخفاف يعد ردة؟ بينوا لنا حفظكم الله. هذا قول محدث، وهؤلاء جهال، لا يجوز لهم يحكمون بالكفر والردة وهم جهال. أكل مجرد أكل الربا من غير استحلال هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يحكم على صاحبه بالكفر ما لم يستحل الربا، يقول الربا حلال، هذا اللي يكفر. أما مجرد أنه يأكل الربا هذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، لكن لا يحكم عليه بالكفر حتى ولو تساهل. الإنسان يتساهل في كثير من الواجبات وفي كثير من المحرم يتساهل، لكن يحكم عليه بالكفر بالتساهل؟ ما دام أنه لم يستحل فلا يحكم عليه بالكفر. نعم.